ذنوبنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا لا غاية له ولا بداية له، اللهم فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت علينا من هذه النعمة العظيمة، فزد لنا في إحسانك يا ذا المن والجود والكرم يا ذا الفضل والإحسان. الحمد لله ثم الحمد لله. إلهي يا مهدل سبحانه وتعالى، ما أنت وأمال آدي آد أقيم بضن عامة ضدك مسلمين تا وأهمال آدي آد وخير بضن وفرحات بضن خاصة ضدك صوماليات ملك سوي أدونك كجوغان وحان ربا إن ما أنت إنو كسود وينو مسجد كي دار القرآن مالين والبا مسجد كانوا إلهي سبحانه وتعالى ديوان كي يحسن لوح المحفوظ كوا كي لي، لكن حقن كإلهي يؤزلق أدوية مالين والبا وحبا يماذا وحي وينايو إلهي سبحانه وتعالى الدنيا إن يمادين وقدري أيو كمدي هاي وأن نعم أن مارت يا شكر هذا اللي ذكرن إلا أن وحوي إلهي سبحانه وتعالى وها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلهي نعمة دي سادية ترسين مسو كوبي كريسين مركا هذا كانوا ومد زيادة وحان ربا إن أنسود ويو ضدك الحمد لله أهل خيرك ويوغو هريان مشايخ دواوين أو علماء الدين كصوماليات كوي مارتيا مقع أوغول هيا ومانت صو احترامي مسجد كان افتتاح حيسى ووحي مانت كدم بيا لربو شعائر إلهي إن لقوه قال دونا يو dadka kale oo maaratay nagala soo qayb galay oo bulshada qaybaheeda kala ah dadka nabadoonyada ah dadka maaratay ganacsatada ah dadka maaratay ahlu sharafka ah alxamdulillaahi maqaamka soo ku joogan sida ay ku leeyihiin rag iyo dumar aadi aadan leenahay ku soo dhawaada maanta افتتاح مسجد كدار القرآن ما أنت وحوي مالين قيمة بدنا مالين يوم الخميس سنة كعصبه هجرية بشو أيتهاي بشان محرم لباتني يسدح أيتهاي تاريخ ده هجرية ده أيتهاي كون أفر بقول أفر تني شن تاريخ ده كلو ميلادية ده أنا أيتهاي بشي سديداد أو طبنا لباكون لباتني يسدح وها هل كان كفر مايا مسجد كي ويناي او دار القران او الحمد لله مدسوس صعدي ان شاء الله تعالى وها كهضل دونه مشايخ ذينا واوين واجلده هي مش مجتمع انتي سكالنتود وها نادي ادي سودا ويهينا ونا لان هاي ادي ادي الهي كسكو يا دم هاسنتين سيداد مانتا نوغلا سو قايب غشين هوليها الدنيا يا وحا اد لهادين اسود ديسين مانتا اد مارتيا نو شرفتين ان اد نغلا سو قايب غشين افتتاح مسجد كان دار القران او مانتا الحمد لله دتك صوماليات اي اوتاي شرف ميل لو عبادي سو الله لوغو دوادنا اي تاي وحان سو دوي هينا دتك قايب كسو كو جوغان
sida ay kuleeyihiin rag iyo dumar ay kuleeyihiin aad iyo aad maartay u mahadsantiina idin leenahay barnaamijkii aan noo soconaaya insha Allahu ta'ala wax masjidkan hadda nicmada Ilaahay ama markii horeba la soo koobi karin waqtiguna waa nagu gaaban yahay waxaana gaabiyay oo maartay meesha masjidkan hadda maartay laga iftitaaxayo meel ka fog fog ayaa loogaga yimiday masjidkan oo maartay arlada tan Ilaahay oo maartay u qadiray ummada meeshan ku nool iyo dadka soo socda jiilalkaaba ay ka faa'iideysan doonaan meel oo munaasabana Ilaahay oo na waafajiyay in maartay laga dhiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala ne oo namakaniyay aad iyo aadan Ilaahay ugu mahadinayna qaasatan dadka Soomaaliyeed oo maanta maartay ka soo qayb galay xaflada furitaanka insha Allahu ta'ala soo dhawaada idin leenahay aad aad u mahadsantihiin إلهي سبحانه وتعالى هيدن كأجر سيو هذا آيات هذا اللي أخرنا أي يا هذا أنا قلنا أن كعلني معنى هذا تكسيسين ضدك هذا مسايد إلهي عمير آياتهن ما أنت أطب قبل الأوذان هذا أنا أنت سوى كي مسيمي سين وحوي واسي وذي سين وكعب هذه سنة سين إلهي يقول واهينا وحان الله نسود وهذا فأهلا وسهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.